توفي شاب متظاهر ليلة أمس بعد قضائه أسبوعا كاملا بمستشفى مصطفى باشا بالجزائر العاصمة بعد دخوله غيبوبة لمدة أسبوع حسب ما أكدته مصادر مقربة لقناة الحياة الجزائرية. الشاب البالغ من العمر 19 سنة تم نقله إلى المستشفى يوم الجمعة الماضية وهو في حالة خطيرة بعد إصابته بضربة عنيفة على مستوى الرأس بطلقة للغاز المسيل للدموع من طرف عناصر الشرطة أثناء تفرقتهم للمتظاهرين. هذا وتم إجراء عملية للشاب المصاب، غير أن الإصابة كانت بالغة على مستوى الرأس، حيث بقي أسبوعا كاملا في غيبوبة ولفظ أنفاسه الأخيرة ليلة أمس في تاسع جمعة مطالبة برحيل النظام. هنا عندنا الأخ واحد صاحبنا توفى اليوم، ضربوا لابوليس مالا اللي فاتت بالجمعة هنا يعني في ليزون فيرو، هاو توفى اليوم خونا رمزي يسكن في بلدية بوغارة، أول شهيد الحراك باش نهضروا عليه وما ننساوش. للإشارة فإن الشاب المتوفي في مسيرة الجمعة الثامنة يعتبر الضحية الثانية منذ بداية الحراك الشعبي بعد أن توفي حسان بن خدة يوم الجمعة الواحد من شهر مارس في تدافع بساحة أديس أبابا بالعاصمة الجزائر.